وذكر حجاج حمص خبر خروج أهل حمص على الخليفة الأمين العباسي. كان أهل حمص قد ثاروا على عامله إسحاق بن سليمان فغادرها إلى سلمية، فعزله الأمين واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي، فعمد إلى الشدة وقتل عددا من كبرائهم وحبس عددا آخر وألقى النار في نواحيها، فسألوا الأمان فأجابهم، ثم هاجوا مرة أخرى فأعمل فيهم القتل وأخمد ثورتهم.